سيادة الرائد، سيادة الرائد، الدكتور حامد مصطفى مدير السكن الجامعي. أهلا وسهلا فيك. شرف لي عندي على المكتب، اشرب قهوة نحكي. تفضل. لا، في عنا شغل لازم نعمل. الله يخلي سيادة الرائد، لو سمحت، لو سمحت سيادة الرائد. الله يخلي الشغلة ما أنا بستاهلي، ما تحملها كثير يعني. مع الأسف إحنا كل يوم الثاني في عنا حريق بمدينة الجامعية من وراء سخانات الكهرباء، بس هالمرة مع الأسف كان في ضحايا، ونحن عجزنا الله وكيله وننبه على نفس الموضوع، ولكن عبس يعني موضوع قضاء وقدر. وأنت فوراً حكمت إنه قضاء وقدر؟ سيادة الرائد، أنا حاسس إنك شاكك إنه بفعل فاعل. مثلاً بيعرف الأستاذ اتهام مثل هاد بمكان بيحمل قدسية العلم، يعني بيعمل ضجة وصخب ما لا بصالحه. وانت ليش مستنفر؟ هذا شغلنا والتحقيقات بتبين كل الأدلة. عفوا، بس لا تكون فكرني موقوف عندك وانا هون بالمخفر. لا هلا لا، بس بعد 10 دقائق ممكن اشحطك لعندي على المخفر، عمشان هيك طبوا لسانك. يا سيادة الرائد، انت حر، اعمل الاجراءات اللي بتلاقيها مناسبه، واحنا رح نتواصل مع الجهات المختصه وهن بيقدروا حساسيه الموقف ومدى الاتهام الموجه لنا بحرم المدينه الجامعيه. ابو حيان، قبل ما تحكي لي ولا كلمه، المعلومات اللي جايب لي اياها موثوقه 100% ولا اللي لقلك؟ لا إله إلا الله يا سيدي، لا إله إلا الله على الحكي. أخي لا تعصبه، روّق عمي أبو حيان وقول. أخي لا تواخذنا، ها؟ هاي بوسي من قراتك، ها؟ احكي لنا، سمعنا. والله بارك لي هالبوسة يا سيدي. هذا يا سيدي، بيوم الحادثة كانت الكهرباء طوال النهار مقطوعة بالسكن الجامعي، والمولدات ما اشتغلت. قال شو محتاجين إنه في عطل بالمولدة وما يصلحوا. ايه شو يا سيدي، اجت الكهرباء بالليل وصار الحريق. شو يا ابو حيان، هيك ما وصلتنا لشيء، ما استفدنا شيء منك. اشهد ان لا اله الا الله. لك يا اخي كرمال اللي خلقك لا تقاطعه. عمي ابو حيان روق وزرع بدقني. كمل كرمالك يا سيدي. ها هذه يا سيدي، الغرفه اللي تضررت بالحريق كان فيها 3 طلبه، 2 منين اللي ماتوا، وبقيت وحدي اسمها يمنى سلطان، هي اختفت من وقت الحادثة وما عاد بين لها أثر. بس قبل الحادثة بشي ساعتين ثلاثة، ها، اجت وحدي اسمها رولا، اتجنت عليها وتهمتها انه سارقة من جزدانها 200 دولار. ايه هاي رولا يا سيدي بتكون صاحبته الشخصية لسامر سلطان. وبوقت المشكلة ما جاب يمنى لحالها، جاب معها هدول 2 اللي احترقوا. الغرفة ضلت شي ساعة فاضية على أساس شو إنه سامي الصباغ ما يحل المشكلة بيناتي. خلاص خلاص، أنا هيك وصلني حقي، قلت لك قلبي حاسسني في شي منضيف. وسع سكروا باب اليمين وتطوفوا المنطقة. انتوا سكروا مدخل يميني، انتوا تشرحوا وين المبنى، انتوا الحقوني، ما بدي حدا يطلع ويفوت. فتشوا كل الغرف، ما تخلوا غرفة ما تفتشوها. يلا سيدي، لقينا هالقطعة بغرفتها. بعتوا على السيارة، يلا. احترامي سيدي، سيدي دورنا على سامر بمكتبه وما لقينا. بتنبش المدينة كلها، بتطلع لي من تحت الأرض، بدي إياها قدامي، عالفهم. لقينا هذا الغرفة سيدي. عطوا. امشي قدامي من تمساك. شو جايين تدعموا خمارة ولا كباريه انتو؟ بدك تمشي قدامي ولا شو؟ تمك نجاح لك، انا بخرب بيت جون بي تليفون لك، لك انا سامر صباغ لك. والله بخرب بيت جون، والله لك بس يلي مين معنك انت يا راسي. اي هلا هلا والله بالسيد سامر الصباغ، والله العظيم اشتقت لك، من زمان عم بستنى هاي اللحظة. أنا بتليفون واحد بخرب الدنيا. قل له اللي بدك تحكي معه،
انك مطلوب لمكتب اللواء نبهان، اذا بحب يتدخل يتفضل. هي ما راح تسالك اياها وراح دفعك ثمنها غالي. اهلين بسامر الصباغ. انا اللي بعرفه سامر الصباغ. اسمعوا له، انا معي امر. اذا كبست على الوحده ولقيت فيها حشيش صف السياره برا ومشيك على رجليك. بس هلا غيرت رايي، بدي زحفك زحف زحف. تمساكي لو كنت زلمة بتردي لي اياها بيوم من الايام، ساعتها انا بقدم استقالتي من السلك لحالي. شطو كل الطلاب اكدوا انه هو اللي كان عم بيبيعوا الحشيش. طبعا سيدي، من بعد اذنك نحن اعطينا امر باعتقال شبكه الدكاتره اللي كانت عم تتعاون معه، وشاب بيك صار موجود بالفرع تحت التحقيق. وبودك بكره الصبح اعترافات سامر بتكون على مكتبك بكل شيء كان عم يتعاون معه مع الدكاتره. سي الدكاتره لهم وضع خاص، مشان هيك بتحجزون بغرفه خاصه مو بزنزانه لحتى نتاكد من دقه المعلومات الموجوده عنا، واذا طلع هالكلام صحيح انا راح ربي البلد فيهم وبيلي مثلهم. سيدي بكره راح يكون عندك اعتراف مو اشتباه. اطلعني بالتفاصيل حتى الممل منها. حاضر. تفضل. قالوا لي الشباب امبارح عملوا لك حفلة، وقبل ما اجي كمان عملوا لك حفلة، وانه كنت تفهم بدك تحكي ورجلك فوق رقبتك ما عم تفهم. شو عم تفكر؟ انه يجي حدا ويطلعك من هون؟ شقدك جحش ولا؟ ما بتعرف بلدك كيف ماشي؟ لكن انت اذا طلعت ولا نزلت شقفة جواد وتاجر حشيش حقك فرنجين. الكل صار يعرف انه اللواء نبهان متدخل بالقصة شخصيا. برأيك في حدا من اللي ساندينك او اللي كنت تبعت لهم بنات الناس على بيوتهم رح يجي ويتدخل؟ بتصدق من وقت ما وصلت لهون وما في حدا اتصل واستفسر عنك شو صاير معك؟ ما بتعرف وين هارونك الكبير؟ معلمك بأي زنزاني ملهوش مثل الكلب؟ بأمارة الهارد اللي كان على السيفة وصلنا لمعلمك. ايه؟ ما بدك تحكي. أنا اشتغلت بالحشيش بس بشغلات تانية ما دخلني أنا. خلاص ولك، إذا بتحلف لي 100 يمين إنه ما لك علاقة بحريق المدينة ما رح صدقك. ولنشوف مين عنده صبر، اللي عم ياكل العصي ولا اللي عم يعدها. هذا الحيوان لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام وما بتريحوه ولا دقيقة لحتى تسمعها بإيدك من عضلة لسانه
أنا اللي افتعلت الحريق بالمدينة، مفهوم؟ أمرك سيدي. صوته بدي إياه يوصل على مكتبي. حاضر سيدي. ما بدك تعترف؟ ما بدك تقول شو عامل؟ ما بدك تقول شو عامل؟ اعترف شو عامل؟ اعترف! اعترف أحسن ما أصلك لسانك، اعترف! رح اعترف، رح اعترف بكل شيء! يا ملهم اخي بتجيب لتر ويسكي بتحطه تحت باطك وبتيجي لعندي رملا لشوف شو المناسبه بس مشان اعرف اذا جيب لك لتر مضروب ولا نظامي مين اكثر بني ادم بتكرهه بالعالم اللي لشوف طبعا بعد ابو حيان يعني حضرتك ماشي للامانه افهمني خيو ما علينا رح كون احسن منك وخبرك قبل ما تجيب البشاره سامر الصباغ طلع الحكم عليه بالاعدام يعني فيك تدعي له الله لا يهون عليه ان شاء الله لشرفك مثل ما عم اقول لك بالحرف خرجي والله لا يقيمه إذا بتجي بلالتر رح وصي الشباب يرجعوك من باب الفرع تكرم عيونك أنت والشباب احترامي سيادة المقدم إن شاء الله ألف مبروك الله يبارك فيك لك عن يا عمي اللي بيعرف اللواء نبهام بنطوط بين الرطب بنطوط عمو مثلنا يا حسرة يا سيدي لك عندي خبرية أهم من خبرية الترفيهي ايه عود وحكي لي عون طلعت أمه لأبو حيان وحيدة شو يعني؟ يعني ما عنده أولاد خالي لحتى تتصادر موتوراتهم عن جد عم تحكي؟ الله وكيله احترامي يا سيدي لك كل العالم أولاد خالتي وإن شاء الله ألف مبروك هالترفيعة إذا بدك تضلك هيك رح زورك بيت خالتك ها؟ أبي يسترجوا بيخافوا مني عود عود يا الله ويقعدي إن شاء الله ألف مبروك اللي بدك شيء من المكافحة؟ والله يا سيدي ما في إلا أفي عنا أفي عنا منه هذا شكرا سبق وعدتيني إنه إلي عندك طلب ما بينرد إلا إذا غيرتي رأيك إلي عندك طلب واحد وبس إذا بتوافقي عليه رح أقضي أمري كله أنت تطلبي وأنا نفس تتزوجيني